تعلم لغة الإشارة مسألة تحتاج إلى التركيز وبعض الوقت، وأيضا من المهم جدا أن نتواصل مع الأشخاص الصم من خلال تكنولوجيا تستطيع أن تشرح لهم ما نقوله عبر إشارات يفهمونها بشكل واضح وصحيح. هذا ما دفع بشركة أردنية تدعى مايند روكيتس على ابتكار تطبيق يسمى الترجمان قادر على فعل ذلك. مالك، هل ترجمان يشرح اللغة التي نحكيها ويحولها إلى لغة إشارة يفهمها الأشخاص الصم بشكل يعني صحيح وواضح؟ نعم. كيف؟ يمكن نحن ابتكرنا التكنولوجيا لترجمة النص المكتوب والمنطوق إلى لغة الإشارة وإلى أكثر من لغة إشارة، مثلا إلى لغة الإشارة الأمريكية وإلى لغة الإشارة العربية. والآن هناك عدة لغات للإشارة. نعم، كل لغة لها لغة إشارة مختصة بها، والآن نقوم بتطوير لغة الإشارة الكورية، وننوي أن نطور لغات الإشارة الأخرى مع الوقت. هل يمكن أن نرى هذا التطبيق وربما تشرح لنا مثال عملي لكيفية عمله؟ طبعا، هذا اسمه تطبيق الترجمان، وممكن أن نسأله شيء الآن. السلام عليكم، ماذا تريد أن تأكل؟ إذا لم يكن عندك إنترنت يمكن أن تدخل هذا الموضوع بالنص المكتوب. أوكي. وهذه لغة الإشارة العربية الموحدة. أوكي. يعني الشخص الآن يتحرك ويعطي حركات في اليد يفهمها الأشخاص الصم بشكل مباشر وأيضا سريع. صحيح صحيح. هذا الشخص وهو الأفاتار، ممكن إذا كان عندك أشخاص صم في من الأصدقاء أو في العائلة ممكن أن تحول هذه إلى فيديو عن طريق الشير وإرسالها لهم عن طريق الواتساب والفيسبوك إلى آخره. هل هناك أي حدود لطول الجملة أم سرعة الكلام للحصول على نتائج الصحيحة؟ إلى الآن ليس هناك حدود كبيرة، يعتمد الحد على الهاتف الذي أنت تستعمله، والهواتف تحتوي على ذاكرة الآن يعني ذاكرة قوية، فليس هناك حد. ولكن هذا الاستعمال الذي أريتك إياه هو الاستعمال الشخصي، ولكن الآن عندنا على الاستعمال وعلى الصعيد المؤسسي، أي أن بإمكاننا أن نضع هذه الأفاتارات والشخصيات المتحركة في مثلاً في الأماكن العامة مثل الدوائر الحكومية، الصيدليات، البنوك، المطارات والطائرات، يعني لإتاحة جميع هذه البنية التحتية للصم. ببساطة يعني كيف يحدث هذا أن يتحول الكلام المنطوق أو المكتوب إلى لغة إشارة؟ في وقتنا الحالي أي شيء ممكن مع التكنولوجيا ومع الأشخاص المهتمين في القضايا التي يهتم بها مجتمعنا، ويمكن هذا عن طريق تحويل الكلام المنطوق إلى النص المكتوب إلى لغات الإشارة المختلفة في العالم. مالك، ماذا عن اللهجات؟ يعني هل يعمل التطبيق فقط عبر اللغة العربية الفصحى أم يمكن أيضا الاستفادة منه بلهجات عامية مختلفة؟ نعم، مثلا في الأردن العامية قريبة نسبيا على الفصحى، فليس هناك الكثير من المشاكل، ولكن مع المستقبل وباستعمال مثلا الذكاء الاصطناعي ممكن تفادي هذه المشاكل. مالك، هل تعلمت يعني لغة الإشارة بعد كل هذه الخبرة والعمل عبر هذا التطبيق؟ نعم، أنا الآن أتعلمها، وفي الحقيقة قد انتهيت فقط من المستوى الأول من لغة الإشارة الأردنية، وعندي امتحان في لغة الإشارة الأردنية عند عودتي من البحرين إن شاء الله إلى الأردن. أوكي. ربما أرنا شيء في لغة الإشارة وأتمنى أن أفهم يعني ماذا تقول. إن شاء الله سأحاول جهدي. يلا تفضل. أنا أوافق على كل شيء قاله مالك، الله يستر، يعني سوف نستعين بأحد يفهم هذه الإشارة ليترجم لنا. شكرا مالك، أتمنى لك التوفيق في هذا المشروع. شكرا جزيلا وشكرا على الاهتمام. أهلا. شكرا.